تاني قصة مع كهربا، تاني قصة مع كهربا عن شيكابالا. ايه موضوع شيكابالا مع جمهور نادي الاهلي؟ انت من شوية قلت لي ان انت كنت بتتضايق قوي ان جمهور نادي الزمالك كانوا بيشتموك. ليه دايما جمهور نادي الاهلي بيشتم شيكابالا؟ ليه في الصراع ده الغريب وبيشتموه شتايم تحس ان في كره حقيقي من جمهور الاهلي وشيكابالا؟ انت لعبت معاه وزملته فترة طويلة، ما نقدرش نقول انها قليلة، ليه بيحصل كده؟ من وجهة نظرك. بص، وجهة نظري يمكن انا يمكن طبعا ما بحبش اتكلم على لعيبة خارج النادي الاهلي. بصراحة يعني بكلمك، بس انا يمكن انا هجاوبك على السؤال ده، بس انا يعني من طبعي ما بحبش مدام مش النادي بتاعي او زميل ليا، انا ما ينفعش اتكلم عليه في اي حاجة خالص. بس هتتكلم على الموقف؟ هتكلم على الموقف يعني كوجهة نظر، هما كان في سباقات قديمة من زمان قوي بينهم، مشاكل وحاجات زي كده. يمكن انا زميلت شيكابالا في الملعب، يمكن نادي الزمالك. الفكرة كلها ان دايما الجمهور عارفين ايه اللي بيعصب اللاعب الكويس، اللاعب ممكن يعمل فارق في الماتش، فهم بيعرفوا يعصبوا شيكابالا. بس الكلام ده بقى من زمان، هو كان بيطلع بره الماتشات، يعني ده اللي احنا كنا بنشوفه، بيخرجوه يعني بره المود، يعني عايزين يقللوا مستواه. وشيكابالا لعيب يعني محترف، لعيب كبير جدا، لعيب يعني درجه اولى. لعيب طبعا، وانا محدش اصلا يقدر يختلف يعني على الحاجه ديت خالص. بس مين اللي غلطان فيهم؟ مين اللي غلط الاول، شيكابالا ولا جمهور الاهلي؟ مين غلط في الثاني الاول؟ لا، انا مع جمهور الاهلي عمره ما بيغلط حد. بس انت قلت دلوقتي، ما انا بقول لك اهو، سباقات قديمه بينهم وبين بعض. يعني انت شايف ان جمهور الاهلي رد فعل مش فعل؟ رد فعل. طب رد فعل لايه؟ اكيد حصل حاجات زمان مش متذكرها يعني، بس اكيد هو عمل حاجات يعني الجمهور. طب شيكابالا بيكره الاهلي قوي على حسب اراء الجمهور، او زي ما الجمهور بيعبر عن شيكابالا دايما، ليه وقع للاهلي قبل كده؟ اساليه هو بقى في الموضوع ده، من وجهه نظرك. لا والله وجهه نظري ما اعرفش يعني، هو اساليه هو مضى للاهلي ليه والحاجات دي كلها، لكن انا ما عنديش اجابه للموضوع ده بصراحه والله. انا كنتش معاه. سؤال وجاوبني بصراحه. والله العظيم صريح معاك. هل الاهلي طموح لاي لعيب في الزمالك؟ الاهلي طموح لاي لعيب في مصر وفي افريقيا. في الزمالك انا بقول لك اهو، في مصر، وما انا بقول لك في مصر وافريقيا. انت لعبت في الزمالك؟ لعبت في الزمالك. حسيت ان اللعيبه في الزمالك عايزين يروحوا الاهلي؟ حلم عندهم يروحوا الاهلي؟ بس بص هقول لك على حاجه، هو حلم لاي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي ده في مصر كلها عشان الزمالك بس. حتى الزملكاويه يعني؟ حتى لعيبه الزمالك؟ لا الله اعلم بقى، في لعيبه زملكاويه جدا ما ينفعش يجوا النادي الاهلي، في لعيبه ممكن تكون اهلاويه اصلا بيروحوا على الزمالك وبس. طيب ما هو انا بقول لك كده، ما انا معرفش مين بقى. شيكابالا كان يعني المفروض ان هو زملكاوي جدا يعني، حتى النخاع يعني راجل زملكاوي اصيل كان. ومضى في الاهلي ليه؟ ما والله العظيم ما اعرف، اسالي هو السؤال دوت مش انا والله، ما عنديش اجابه ليه، لان انا مش هو. بس طب حاجه ثانيه، قول. انت لعبت مع الزمالك واللعيبه كانوا اصحابك. تمام. في لعيبه كانت بتقول، او في ناس بتقول، او في مقوله بتقول ان اللعيبه في الزمالك بيتربوا على كره نادي الاهلي. لا انت ما لمستش بقى. لا بصراحه هاني العجيزي قال كده. لا 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 وإينو قال كده. بص ماليش علاقه بحد، هم وجهه نظرهم هم. الفكره كلها ان في نادي الزمالك او عندنا في النادي الاهلي ان الماتش ده ديربي، فاحنا لازم نكسب يعني، الاهلي لو بنلعب الزمالك لازم نكسب الماتش ده باي نتيجه، لان احنا اي حد يلبس تيشيرت نادي الاهلي متعود على المكسب بس، لكن كره لنادي الزمالك او ونادي الزمالك ما بيتعودش على المكسب. انتوا في الاهلي لا، ما هو متعودين ان انتوا اي ماتش ده هدخله هكسبه، يعني هكسبه. ما عنديش اوبشن ان انا. لا اكيد برضه في نادي الزمالك عندهم، برضه الزمالك كان عندهم الروح دي، احنا داخلين نكسب. عندهم طبعا اكيد يعني. امال ما يكسبوش ليه؟ الله اعلم. ما هي الروح كده ان احنا داخلين نكسب. الله اعلم، ربنا هو عنده لا، ما يعني فيها حاجات بالمنطق برضه. ما انا بقول لك والله العظيم هو كل حاجه قدريه يعني، اكيد قدرية كل حاجه مش قدريه. ما هو يعني اسعى يعد ونسعى معاك. ماشي. ايه اللي انت لمسته؟ ليه الاهلي دايما بيكسب والزمالك مع ان هو المفروض ان هو فريق محترف جدا ومن اكبر الانديه الموجوده ومع ذلك مش بيكسب كتير زي الاهلي؟ ليه؟ انت كنت في الناديين ولعبت من الاثنين، ايه الفرق؟ احنا عندنا سيستم في النادي الاهلي دايما ان الفريق كله بنلعب بروح الجماعيه.
احنا يعني احنا مش ما عندناش النجم الاوحد في النادي، فكلنا بنساعد بعض، فعشان كده ربنا بيكرمنا. ممكن في نادي الزمالك، نادي الزمالك فيه النجم الاوحد؟ ممكن عندهم. مين النجم الاوحد في نادي الزمالك؟ الله اعلم. لما انت كنت هناك كان مين النجم؟ ايه؟ ما كنت هناك كان مين النجم؟ لما كنت انا موجود يعني كنت انا. ما معروفه. كنت انت. مش شيكابالا يعني. لا لا مش غرور والله، ثقه. ليه الفرق بينك وبين شيكابالا عشان تبقى انت النجم لما كنت في نادي الزمالك هو لا؟ بس ما تدخلنيش مع حد في لا انا بسال والله هو... انت قلت لي كنت انا النجم. ما انا بقول لك اهو، انا كلاعبي كارقامي كمساعدتي للفرقه في الوقت دوت انت كنت احسن. كنت احسن بس، لكن هو في يعني بالارقام انت بتقول انا كنت احسن بالارقام. هو يعني هو في حته وانا في حته تانية يعني. بس هو في حته وانت في حته. معلش ما تدخلنيش الموضوع يعني، انا خليني معاكي دلوقتي اتكلم على الكهرباء معاكي. معلش علاقه مين نجم الزمالك دلوقتي؟ زيزو ولا شيكابالا؟ هسهلها لك. لا في لعيبه كويسه بس انت برضه عماله تدخليني. بقول لك دخليني كلميني في النادي الاهلي بجد والله العظيم. نادي الزمالك ليه احترامه واللعيبه ليها احترامها بامانه وجمهورهم اللي محترمهم، بس انت خليني دلوقتي اكلمني على لعيبتي انا اللي هم اخواتي. مين يعني في نادي الزمالك انت تشوفه نجم دلوقتي؟ مين تخاف تلعبه في نادي الزمالك؟ شيكابالا ولا زيزو؟ لا ما بخافش من حد خالص، ما بخافش من اي حد العبه. بس انت كلميني على النادي الاهلي واللعيبه بتاعتي. ولا مدافعين الزمالك بيفرقوا معاك؟ لا ما بخافش من حد خالص خالص والله. بس